النهاردة إن شاء الله هناخد lesson 3 في chapter 2 A new look to ancient art ancient Egyptian jewelry يعني المجوهرات الخاصة بالقدماء المصريين activity read the following paragraph then answer the questions below and find your answers in the letter box هنقرأ القطعة دي وبعد كده هنجاوب على الأسئلة وإذا كان في أي كلمة صعبة هنترجمها مع بعض Colors were important to ancient Egyptians as they used many colors in coloring the wall, painting, decorating the pharaonic crowns, etc. They used six main colors, red, green, blue, yellow, black, and white. The origin of the paint colors were from natural minerals found in the rocks of the earth. The earth. Artists would grind the minerals into fine dust and then mix them with a kind of glue. طبعا احنا قرينا اول مرة. تاني مرة بقى هنترجم. Colors were important to ancient Egyptians. الالوان كانت مهمة جدا للقدماء المصريين. As they used many colors in coloring the wall. وكانوا بيستخدموا الألوان دي علشان يلونوا بها الحوائط والرسومات على الحيطة. يعني كانوا هم بقى القدماء المصريين طبعا لو تشوفوا الوالز بتاعتهم بيكون فيها رسومات فرعونية جميلة جدا بألوان. Decorating the pharaonic crowns. وكانوا بيعملوا الديكوريشن بتاع التاج الفرعوني. They used six main colors. وكانوا بيستخدموا ست ألوان أساسية. الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر والأسود والأبيض. The origin of paint of the paint colors were from natural minerals found in the rocks of the earth. وكانت هذه الألوان طبيعية وكانوا بيلاقوها من العناصر الموجودة في الأرض. Artists would grind the minerals into fine dust and then mix them with a kind of glue. كان عبارة عن بيعملوا بيدقوا التراب كان في شوية معادن يروحوا بيطحنوه بعد ما يطحنوهم بياخدوا الدست يعني اللي هو إيه بقى الحاجات المطحونة دي اللي بقت عاملة زي البودر خلاص ويروح يحط لها حاجة زي جلو جلو ده اللي هو سمر وبعد كده تحول لإيه ألوان مية يلون بيها الحيطة طيب كومبليت الأسئلة بقى دلوقتي The six main colors which were used by ancient Egyptians are هنقول إيه الست ألوان اللي إحنا قلناهم دلوقتي بعد كده The origin of colors were from natural minerals found in the rocks of the إيه هو اللون الأساسي الطبيعي اللي هما شافوه في الحجر كان عبارة عن إيه؟ Black from natural minerals from natural minerals كان من natural minerals طيب artists would grind the minerals into fine إيه؟ لما هما طحنوا المعادن اتحولت لإيه؟ لإيه؟ ها؟ dust لتراب أو حاجة كده بودر مطحون طيب وبعد كده حطوا عليها إيه بقى؟ and then mix them with a kind of إيه؟ كلو برافو عليكم ممتازين طب إيه هما الست ألوان؟ هم دول black red green blue black red blue black. yellow yellow, red, white, and برافو برافو عليكم ممتازين طيب هناخد بقى دلوقتي ايه بقى geometric shapes يعني الاشكال الهندسية طيب activity number one use geometric shapes and the six main colors of ancient Egyptians to design the strip of your pharaonic crown then cut it out and use a rubber band to wear it هنروح نعمل هنلون التاج الفرعوني دوت عبارة عن شريط عنده في كتاب المواصل هنروح أول حاجة هنلونه وهو في الكتاب بعد ما نلونه نروح نقصينه بعد ما نقصه بالمقص نروح نلزقينه ونعمله احنا ايه تاج زي الورد اللي عامله ده نشاط نخش على الصفحة اللي بعديها يا مس activity number two use color gradient as shown in the example هنستخدم الألوان الألوان دي هنعمل لها ميكس هنلونهم هنعمل هنحط لون على لون وهنشوف هيطلع لنا إيه في الآخر
كلمه gradient اللي هي المكونات it is a gradual blending from one color to another or from dark to light of the same color. يعني ايه عبارة gradient دي؟ يعني عبارة عن هنحط لون ولون، لون ولونين، يعني لونين مختلفين او نفس اللون بس درجة فاتحة ودرجة غامقة غامقة، ماشي؟ تمام، ده معنى كلمة gradient. طيب I have learned that الدروس اللي فاتت دي اتعلمنا منها ايه؟ اول حاجة في كلمات لازم نفهمها ويعني نركز فيها، زي كلمة pottery اللي هو الفخار pottery، drawing يرسم او الرسم، playing music الموسيقى او يلعب موسيقى. There are different types of art such as، يبقى انا عندي هنا ثلاث انواع من الفنون: البوتري الفن بتاع صناعة الفخار، drawing اللي هو الرسم، وplaying music اللي هو الموسيقى. طيب pattern can be used for drawing، ده عبارة عن أنماط كان بيستخدموها القدماء المصريين في الرسم زي ما انتم شايفين كده. طيب وخدنا معنى كلمة gradient it is a gradual blending from one color to another or from dark to light of the same color. ده التعريف بتاع مين؟ gradient. lesson 4 بقى geoclosis. write the names of geometric shapes and clauses in the suitable place according to their numbers to find the secret message. هنكتب بقى الاسماء. رقم واحد هنا ده اسمه rectangle number one، يبقى نكتب هنا number one ايه؟ كلمة rectangle. بعد كده هنشوف الاسم ده ايه ونروح نعمله هنا وهكذا يعني. بعد ما نخلص خالص هنشوف بقى ايه اللي هيطلع. the secret message is كذا. تمام، ده تحلوا واجب وتصوروه وتبعتوه لي انا على الواتساب واشوف الحل بتاعكم يكون ايه. خلاص. طيب هنا بقى raw materials، يعني ايه بقى كلمة raw materials دي؟ يعني المواد الطرية أو المواد اللينة. match each source of materials with a finished product. skill سلك وارم، في دودة اسمها دودة القز، الدودة أو دودة الحرير، الدودة دي بتاكل ورق التوت وتروح مصنع حرير. أهو أدي الحرير أهو. يبقى إحنا هنمشي على الخط ده لغاية ما نوصل لمين؟ للحرير. طب الشيب، الشيب بنصنع منها الول، اللبس اللي هو ده، يبقى هنبقى ماشيين. معرفش إيه ماما ده تعرفني. معلش يا جماعة لو سمحت اقفلوا المايكات. بعد كده الشيب ده الأغنام بنصنع من الصوف بتاعها ملابس صوف عشان تدفينا في الشتاء. تمام. بعد كده الكوتون بلانت نبات القطن، بنصنع منه تيشيرت المصنوع من القطن كوتون. Activity number two: classify the following clothes according to cold climate and the warm climate. اللبس ده هنصنفه لملابس ينفع نلبسها في الصيف وملابس ينفع نلبسها في الشتاء. يلا بقى نحل مع بعضينا. الكوت cold climate ولا warm climate؟ If you want to answer, please raise your hand. Yes, Nika. جاهز. cold كلمه كلايمت، كلايمت يعني الطقس بارد. برافو عليك، اكسلنت. طيب ايس كاب cold climate. برافو يا احمد. طب سكارف cold climate. gloves cold climate. ماشي. تاني ممكن سليبرز. كلمة سليبرز اللي هو الشبشب. برافو عليكم. طيب شورت warm climate. warm climate. بوتس cold climate. تي شيرت warm climate. هات warm climate. ممتازين. فاشن فان
تعبر عن درس بيتكلم عن الموضة والأزياء. Use the following materials and follow the steps to make a model of that shirt. هنستخدم هذه الألوان والمقص وقطعة من الكرتون علشان نعمل بها إيه؟ نشاط. Number one, draw the outline of shirt on piece of cartoon, then cut out the outline of the shirt. هنرسم أول حاجة هنرسم مين؟ نرسم التيشيرت. بعد ما نرسم التيشيرت نروح نقصه. بعد ما نقصه هنروح ملونينه. بعد كده إيه اللي هيحصل؟ Let one of your parents mix food color with suitable amount of water. هنلون بألوان مية. Use your fingerprints to make a design on the t-shirt. وصباعك كده تروح حاطط صباعك في اللون وتروح عامل الألوان دي على التيشيرت. ده برضه ده activity ماشي. طيب origins of Egyptian music يعني الأصل بتاع الموسيقى يعني Egyptian music يعني الموسيقى المصرية. origins of Egyptian music يعني أصل الموسيقى المصرية. match each pharaonic musical instrument to the similar modern musical instrument. في عندكم في آلات كانت قديمة وفي آلات حديثة. الآلات القديمة الفرعونيك ميوزيكال انسترومنت زي دي ودي ودي ودي. فاحنا المطلوب ان احنا هنشوف كل واحدة من دي وهنروح موصلينها بالحاجة الحديثة اللي هي في الوقت الحالي. ماشي، تعالوا احنا نصغر رسمة عشان يبان كل حاجة وهنروح نعمل دروينج للتوصيلات. أول واحدة دي هنوصلها برقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ فور. برافو عليك يا ملاك، ممتاز ماشي. طيب ورقم اثنين هنا هنوصلها بإيه؟ دو. برافو عليكم. ده مين ده؟ مين اللي هيجاوب دلوقتي؟ أنا أنا أيوة اسمك ماشي يا أحمد. تمام. نمبر 3 1 لا بس المفروض نمبر 3 بنمبر 2 في الناحية الثانية. ماشي طيب، وبالنسبة لنمبر 2 نمبر 3 ماشي. لا 3 نمبر 1 2 نمبر 1 ايوه. طيب ودي نمبر 3 ممتاز خلاص. طيب كمل بقى. musicians and artists الموسيقيين and artists والفنانين. طب الميوزيشنز دي يعني واحد مشهور ان هو بيعمل موسيقى، والارتستس اللي هو الفنانين اللي هم ايه، يا اما بيغني يا اما بيرسم يا اما بيعمل فخ ار. activity read the following presentation about the musician عمار الشريعي then make another presentation about your favorite artist. خلي بالكم بقى في معلومة انتم ممكن تكونوا مش عارفينها. عمار الشريعي ده تخيره من محافظة ايه؟ ها؟ من المنيا. المنيا. برافو عليكم. Today we will talk about one of the most famous musicians in Egypt. النهاردة هنتكلم عن واحد من أشهر الموسيقيين في مصر. اسمه ايه؟ What is his name? عمار الشريعي. وين ولا وير هنا؟ طالما بنسأل على الزمن يبقى وين. ماشي. 16 أبريل 1948. طيب انت بقى توفى 7 ديسمبر 2011. طيب فين بقى؟ وير
المكان اللي اتولد فيه. منيا كوفرنوري محافظة المنيا. ماشي. Confirmation and achievement هو بقى معلومات عنه والإنجازات اللي عملها. He was an Egyptian music icon, performer and a composer, although he was blind. على الرغم إن هو كان كفيف يعني ما كانش بيشوف قوي, كان نظره ضعيف وممكن يكون ما بيشوفش, ولكنه كان بيعزف موسيقى وكان بيؤدي الموسيقى, كان مشهور جدا. He composed a lot of songs for kids, وألف موسيقى كتير للأطفال. Awards يعني الجوائز التي حصل عليها. The Golden Horse الحصان الذهبي. Award جائزة الحصان الذهبي. For the best composer in Middle East Radio for 17 consecutive years. تمام, على سنوات متعددة, سنوات مستمرة, كل سنة ياخد الكولتن هورس. طيب ايه كمان؟ State Award for Excellent in Art from the Supreme Council of Culture, يعني المركز الموسيقى. تمام, كان بياخد دايما الجائزة المتميزة. طيب انت بقى عايزين نتكلم عنك انت ككل واحد فيكم ان شاء الله باذن الله في المستقبل ممكن يكون فنان مشهور او طبيب مشهور او مهندس مشهور او طبيب مشهور, يعني شخصيه ناجحه. فانت بقى هتعمل برزنتيشن عن نفسك. ايه بقى اللي هعمله؟ مثلا لو هتكلم مثلا عن مس دعاء. Today we will speak about one of the most clever teacher, مدرسه شاطره. وهنروح حاطين الصورة, أنا أحط الصورة بتاعتي هنا وأكتب اسمي دعاء أحمد بورن كذا, بس دايد لا بعد الصورة عليك وخلاص خلاص. بص الواجب بتاعكم تشوفوا مثلا حد مشهور, مش يعني متتكلموش عن نفسك كنت ولا عننا, مش هتشوفوا حد مشهور خلاص, زي مثلا طه حسين, زي إيديسون, زي مثلا مين, أم كلثوم, الناس دي يعني خلاص. وتروحوا تكتبوا الاسم. أيوة مهنوف, بعد اذنك يا ميس, ينفع تصور المشروع وتبعتيه على الجروب؟ اه يا حبيبتي بس كده كده بعمل الفيديو بحطه على اليوتيوب, فانت ممكن تشوفه على اليوتيوب يعني, بس خلاص ماشي مش مشكله. انا هعمل دلوقتي يعني سكرين شوت وابعتها لك على طول على الجروب. ماشي ميس, شكرا. العفو. تمام. طيب وبعد كده هنروح كاتبين الانفورميشن والاتشيفمنتس والاوردز اللي هي الجوائز اللي خدها والمعلومات ايه عنه. دلوقتي انا هعمل لكم سكرين عشان ايه احطها لكم على الجروب. بعدين عملنا السكرين اهو خلاص, احنا كده نعتبر ايه خلصنا. اشكركم جدا على حضوركم وباذن الله اشوفكم على خير المره الجايه. شكرا خالص ليكم, سلام عليكم. شكرا يا مس. العفو. وعليكم السلام. جود باي. جود باي.